السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرط مفاجئ وضعه شرف الدين العمارة بعد تراجعه عن الاستقالة بعد إقصاء الجزائر. تراجع عن استقالته حيث أن الوزارة لم تقبل استقالته، لهذا عاد إلى ممارسة مهامه على رأس الاتحادية، واشترط شروطا من بينها رحيل كل أعضاء المكتب الفيدرالي. شرف الدين العمارة هو رئيس الاتحاد الوطني لكرة القدم، وكان هذا شرطه الذي وضعه، كان رحيل كل أعضاء المكتب الفيدرالي. هذا الشرط وضع شروطا كثيرة، ولكن كان هذا أهم شرط وضعه. نتمنى له كل التوفيق، ونتمنى بإذن الله أن نسمع الأخبار السعيدة الأيام المقبلة بإذن الله تعالى، ونقول بإذن الله حق الجزائر راجع، حق المنتخب الوطني راجع بإذن الله تعالى، وفي الحالتين ستبقى الجزائر فخر لكل الدول العربية. لا تنسوا إخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سنوفيكم بأخبار أخرى، والسلام عليكم.